مشاهدينا الكرام على شاشة الإخبارية. اليوم نتواجد في معرض جايتكس 2016 بدبي. الكثير من الشركات المهتمة بالتقنية، عدد كبير جدا مشارك، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية في دول الخليج، كذلك هناك قطاعات حكومية من المملكة العربية السعودية مشاركة في هذا المعرض المهم. من هذه القطاعات الشريك القطري وزارة الداخلية السعودية، واليوم نتواجد في جناحها للحديث عن هذه المشاركة وعن أبرز التقنيات التي توصلت إليها وزارة الداخلية السعودية. دعوني في البداية أرحب بضيوفي المتواجدين معي في جناح وزارة الداخلية. ينضم معي الآن المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني المهندس محمد عسيري. حياك الله مهندس محمد. الله يحييك. سعيدين بتواجدك معنا. الله يجزيك خير، احنا سعيد إن شاء الله. كذلك معي الآن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال بن شلهوب. حياك الله. حياك الله. سعيدين بتواجدك معنا. أنا سعد طلال. طيب خليني مباشرة أبدأ معك مهندس محمد. ماذا عن مشاركتكم في جايتكس 2016؟ طبعا مشاركة وزارة الداخلية هذه السنة كشريك قطري هي للسنة الثانية على التوالي. السنة الماضية كانت وزارة الداخلية كذلك شريك قطري، ولكن هي أول مرة يتكرر أنه دولة واحدة تكون شريك قطري لمعرض جايتكس. لماذا هذا التكرار؟ ليش سمح بأن يتكرر المرة الثانية؟ أنا أعتقد هذا إقرار من الجهات المنظمة للمعرض بأهمية وزارة الداخلية والخدمات التي تعرضها في هذا المعرض. جميل. طيب رائد طلال، حدثنا عن مشاركتكم في جايتكس 2016. المدير العام للجوازات شارك للسنة الثانية كذلك في معرض جايتكس ضمن جناح وزارة الداخلية. نشارك هذه السنة المدير العام للجوازات بأربع خدمات نعرضها للجمهور الكريم الحاضرين للمعرض. خدمة أبشر الخاصة بالمؤسسات والأفراد تعمى تقل من 100 عامل، خدمات إلكترونية لمقيم لمن تجاوز 100 عامل المؤسسات، كذلك منصة ذكية تعرض البث المباشر عبر منافذ المملكة المختلفة للمواطن ولمن كذلك للقادة في نفس القطاع، وكذلك الأرقام لخدماتنا الإلكترونية جميعا. جميع خدمات إلكترونية تعرض في منصة ذكية للمشاهدين وكذلك للمراجعين في جميع مواقع المديرية العامة للجوازات وكذلك في نفس مواقع الإدارات. جميل. طيب خليني رائد طلال أسألك سؤال. يعني هناك زوار أعدادهم كبيرة لجناح وزارة الداخلية يتحدثون عن تطبيق أبشر، خليني أسألك أنتم في الجوازات ما الذي تغير لديكم بعد هذا التطبيق؟ بداية نعرف المشاهدين ما هو أبشر. بداية هو موقع خاص لوزارة الداخلية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مركز المعلومات الوطني. جميع القطاعات الأمنية تقدم خدمات عبر هذا النظام. نتشرف نحن من مدير العام الجوازات والمدير العام يكون نحن قطاعاتنا قطاعنا هو الذي يقدم هذه خدماتها عبر أبشر. سابقا كان لدينا الزحام بلا مواعيد. أكيد. وانت جالس بالبيت وانت بالسيارة بجوالك وانت خارج المملكة. نعم. للعمالة التي على سجل صاحب العمل بإمكانه يمنح تأشيرة خروج عودة نهائي مباشرة دون الحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية أو أي. وفرنا الوقت والجهد ووفرنا التكاليف المباشرة وغير مباشرة. مباشرة بمجرد الدخول على أبشر حسابك توثيقة الدخول على خدمة مدير العام الجوازات اختيار الخدمة المطلوبة يتم إنجازها في نفس اللحظة. مهندس محمد، اليوم الحضور يتحدث عن أبشر، عن هذا التطبيق. يعني قبل قليل كنت أتحدث عنكم عن أصبح الواحد يستطيع أن يستخرج الجواز في دقائق معدودة من خلال هذا التطبيق. حدثني بشكل أوسع عن أبشر بحكم أنكم في مركز المعلومات الوطني. طبعا أبشر هو منصة لتقديم الخدمات الإلكترونية لقطاعات وزارة الداخلية، منها الجوازات مثل ما تفضلتوا، كذلك في خدمات للأحوال المدنية، في خدمات للمرور. وعلى المدى البعيد وزارة الداخلية تهدف أنه أي خدمة قابلة أنها تقدم إلكترونيا تكون فعلا تقدم إلكترونيا. فالهدف أنه نصل إلى مرحلة
أنه خدمة أي شخص كان في أي مكان وفي أي زمان. جميل. تأكيد على بعد من التأكيد على كلامك أن الوزارة الداخلية عندما تحتاج خدمة سوف لنا تجربة قريبة خدمة الخدمة الأخيرة تم إنزالها لحاملي هوية زائرة الشقاء اليمنيين بعد التمديد تصحيح أوضاعهم حوالي 500,000 في فترتين متلاحقتين 6 أشهر 6 أشهر تم التمديد لهم آليا دون الحاجة لمراجعة أي إدارة من إدارات الجوزة يعني بالتعاون مع شركة استراتيجي ومركز المعلومات ووزارة المالية بمجرد السداد تم التمديد لهم آليا مباشرة الخدمة موجودة في أبشر الآن لا حاجة لأي حامل هوية زائرة المستضيفين أنه يجي راجعنا هذه من ضمن الأمور الوزارة استفادت منها ونزلت خدمة مباشرة احتجنا هذه الخدمة مركز المعلومات الوطني حقق هذه الخدمة وتم استخدامها وفرنا الوقت والجهد وكل ما يتعلق بمراجعة حامل هوية زائرة لخدمتهم وهم في منازلهم. جميل. مهندس محمد قطاعات كثيرة مشاركة اليوم في جاية 2016 وزارة الداخلية كم عدد القطاعات المشاركة فيها؟ في 13 قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مشاركة إضافة إلى بعض الأمارات كذلك مشاركة في المعرض كل يقدم أهم الخدمات التي لديه المعتمدة على التقنية. ما الذي تغير عن السنة الماضية؟ في مشاركتكم هالسنة يمكن عدد القطاعات أكثر إبراز أكثر للخدمات في خدمات السنة الماضية كنا نتكلم أنها ستكون عملية تجديد صحيح. الجواز مثلا الآن تحقق نظام الهوية الرقمية كنت بسألك عن الهوية الرقمية يعني ربما الناس يتوقعون أنه خلاص أبشر هذا آخر شيء لكن في عالم التقنية كل يوم في شيء جديد يطلع عطني خلي المشاهد ضعف الصورة عن الهوية الرقمية ما الذي سيحدث في قادم الأيام؟ نعم الهوية الرقمية حتى نعرف أساسا بمبدأ الهوية الرقمية أنت إذا تشترك في لدى أي جهة تقدم خدمة إلكترونية لابد لهذه الجهة أنها تعرف من هو الشخص على الطرف الآخر من خط الإنترنت نعم. الذي قد يكون في جدة قد يكون في الرياض قد يكون في لوس أنجلوس قد يكون في الصين فهذا الشخص قد يدعي أنه محمد العسيري أو طلال بن شلهوب أو غيره فلا بد من التوثق من هو هذا الشخص وزارة الداخلية بفضل الله قطعت شوط كبير في هذا المجال عن طريق التوثق من الأشخاص عن طريق بعض القطاعات المهمة مثل الجوازات والأحمال المدنية كذلك بشراكة بعض البنوك وكذلك عن طريق محطات الخدمة الذاتية هذا الجهد كله وصلنا إلى أنه فعلاً نتعرف على الشخص ولكن القطاعات الأخرى لم تتمكن أنها تصل لهذه المرحلة والمقصود القطاعات الأخرى في الدولة الوزارات الأخرى فيها جهد كبير فيها وقت كبير فيها نواحي مالية كبيرة فنظام الهوية الرقمية سيقدم خدمة التوثق من الهوية للقطاعات الأخرى بحيث أنه اسم المستخدم وكلمة السر اللي تدخلك على أبشر ستدخلك أيضا على وزارة العمل وهذا بدأ فعلا كلام جميل مهندس محمد ستدخلك بإذن الله بالنسبة لوزارة العمل بدأنا بفضل الله سيكون إن شاء الله وزارة التجارة وزارة العدل وزارة الخارجية النظام سيخدم جميع هذه القطاعات بحيث أنه كلمة السر واحدة تخدمك في الدولة كلها رقم الجوال اللي يأتيك عليه الرقم المؤقت كذلك هو واحد إذا فقدت كلمة السر أنت كمواطن أو كمقيم ما يحتاج أنك تراجع 20 جهة جهة واحدة هي منظومة أبشر تغير كلمة السر فيها تغيرت لجميع القطاعات جوالك إن احتجت تغيره أو فقدته لسبب ما تحتاج تغير الجوال تتعامل مع جهة واحدة كذلك سيتاح الدخول بالنسبة للسعوديين حاليا يعني والمقيمين الهوية الرقمية بتكون أشمل من أبشر بالضبط هي أداة لإثبات هوية طالب الخدمة وهذا مطلب أساسي لأي جهة تقدم فلو قلنا بنك مثلا البنك ما رح يسمح لأي واحد يدخل يقول أبغى أحول مبلغ من حساب محمد العسيري إلى حساب آخر لابد أن يتوثق فالبنوك لديها الآن منظومة
قوية للتأكد عن طريق بطاقات الصراف لإنشاء رقم سري أو ما إلى ذلك. هذه العملية مكلفة جدا. وبالنسبة للأفراد إشكالية أنه أنا فلنفترض أنه اسم المستخدم عندي MA أسيري، لو أروح إلى جهة أخرى أطلب نفس الاسم قد لا أجده لأنه محمد أحمد عسيري أخذ نفس الاسم، وجهة ثالثة بضطر إلى اسم آخر. نظام الهوية الرقمية يسمح لك أنك اسم المستخدم واحد، كلمة السر واحدة، الجوال واحد. قريبا إن شاء الله ستتاح عن طريق الإيميل كعملية توثق إضافية. البطاقة الذكية، الشريحة اللي في البطاقة الذكية باستخدام قارئات ستتوفر في السوق قريبا، ممكن أنك عن طريق البطاقة تدخل أيضا إلى نظام أبشر والأنظمة الأخرى المرتبطة بنظام الهوية الرقمية. طيب رائد، سمعت كلام الهوية الرقمية، أنتم في الجوازات راح تستفيدون من هذا الكلام؟ إحنا مستفيدين أساسا كشريك استراتيجي لمركز المعلومات جميع الأجهزة الخاصة بتفعيل خدمات أبشر من أساسا من الزملاء في مركز المعلومات الوطني. للمعلومية، المدير العام للجوازات تفعيلها الأسبوعي يتجاوز جميع القطاعات المشاركة معنا في التفعيل. تجاوزنا تفعيل الأسبوع 11,000 مقارنة بالقطاعات الأخرى. طرق التفعيل عن طريق المراجعة التقليدية للموظف أو عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات الأمنية الثانية كالمرور كالأحوال. سابقا كانت 4 خدمات لدينا، حاليا خدماتنا تجاوزت 28 خدمة استفسارية، وكذلك يعني الخدمات الأساسية تنفيذية مع جميع الخدمات 28 خدمة. جميل. لكن أتحدث معك قبل شوي عن الخدمات الذاتية اللي تقدمونها أنتم مقارنتها ببعض الدول. الجواز السعودي، إصدار الجواز السعودي بفضل الله تعالى مقارنة بدول الخليج والشرق الأوسط، نحن الأول. وزارة الداخلية تتسيد الموقف في إصدار الجواز السعودي بفترة وجيزة بالمراجعة التقليدية أو عن طريق واصل. جميل. المراجعة التقليدية إذا تأخذه في نفس اليوم في طلبة تجديده عن طريق واصل 72 ساعة يصل مباشرة. هذا شيء تفتخر فيه على فكرة جدا. أنا في جميع بعض اللقاءات الإعلامية البعض يقول مستحيل يكون 72 ساعة يصلك الجواز، أنا أقول ما راح أأكد، أنت أدخل على حسابك في أبشر واطلب الخدمة، وإذا لم يصل فلك مني الاعتذار. أدخل وجرب، أدخل وجرب الخدمة، أطلب الخدمة. ترى إذا ما وصلكم الجواز أنا 72 ساعة لا جاهزين. والآن أضفنا 10 سنوات في 1/9 المدير العام للجوازات، كان سابقا 5 سنوات حاليا 10 سنوات تجديد، وإصداره من أبشر، لابد من أبشر إصدار ويصل عن طريق البريد. أرقام مهمة بكل تأكيد رائد طلال، لكن أرجع لك مهندس محمد، هناك جهات حكومية مشاركة في جايتكس 2016. سؤالي، أنتم هنا في وزارة الداخلية وكذلك في مركز المعلومات الوطني، هل يكون هناك تبادل خبرات استفادة من هذه القطاعات المشاركة؟ نعم، طبعاً القطاعات المشاركة في قطاعات من السعودية وفي قطاعات وإدارات حكومية من الدول الأخرى. خلينا نتكلم أولاً عن القطاعات داخل السعودية. الحقيقة مركز المعلومات الوطني هو الجهة المشغلة لخدمة أبشر. خدمة أبشر تندرج تحت ما يسمى خدمات الحكومة إلى الأفراد. لدينا أيضاً خدمات الحكومية حكومية وخدمات الحكومة إلى القطاع الخاص، government to government و government to business. الخدمات الحكومية الحكومية في تواصل مستمر مع كثير من قطاعات الدولة. الآن لدينا 30 قطاع لدينا ارتباط مباشر معها، تستفيد من خدمات المعلومات لدى مركز المعلومات. وزارة التجارة تستفيد في عملية إصدار السجل التجاري، وزارة التعليم في عملية معلومات المنتسبين إلى القطاع التعليمي، وزارة الصحة بين وبينهم ربط لعملية تسجيل المواليد. ونهدف إن شاء الله أنه خلال السنتين القادمة على الأكثر نربط مع 140 قطاع داخل الدولة. خارج المملكة بشكل عام احنا نتطلع لتبادل الخبرات، نعرض على الجهات الأخرى في هذا المعرض
إنجازاتنا مثل ما تفضل سعادة الرائد. من هذه المشاركة من خلال تبادل الخبرات بالضبط ويعني التواجد مع هذه القطاعات بالضبط. المهمة رائد طلال، إذا فيه جديد لديكم في الجوازات تبغى تتحدث عنه؟ قبل الحديث عن الجديد بشكل نعود بس للسابق، قبل 5 سنوات بداية نظام أبشر كانت خدمة مديرية عام المجلس 4 خدمات، الآن 28 خدمة. جميع ما نرغب فيه نحن كخدمة جديدة تضاف للمواطن سوف نطلبها من مركز المعلومات، وتقدم الخدمة للمواطن المقيم مباشرة. جميل. جميع خدماتنا اللي مستقبلية بإذن الله تعالى سوف لا أتحدث عنها، ستجدونها بأرض الواقع إن شاء الله. لا نجد الحديث، نجد العمل بإذن الله تعالى. المدير العام للجوازات للمرة الثالثة على التوالي جائزة يسر الخدمات الإلكترونية، نحوز على الجائزة ب3 سنوات متتالية. قبل 3 أشهر أخذنا جائزة نقل الخدمات في نقل الكفالة سابقا حكومة أفراد، والسنة اللي قبلها كذلك خروج العودة. بفضل الله تعالى خدمات إلكترونية لدى المدير العام للجوازات متجددة، لن تقف على خدمة واحدة. توجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي عهد نائب الوزراء وزير الداخلية بتحويل كافة الخدمات من الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية وتطوير الخدمات القديمة، وهذا ما هو نعمل عليه. حقيقة الجناح اللي تشاركتم فيه مفخرة، جناح وزارة الداخلية بهذه القطاعات الكل يتحدث عنه، وشاهدناه قبل قليل بفضل تعالى جايتكس 2016. المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات رائد طلال بن شلهوب، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية. كذلك الشكر لك المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني المهندس محمد العسيري، أشكر تواجدك معي. الله يحييك. مشاهدينا الكرام مستمرين في تغطيتنا ولكن بعد هذا الفاصل.